ولتسليط الضوء أكثر حول هذه القضية، مخرجات مباحثات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني وموقف أمريكا منها، معنا عبر الخط الهاتفي من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمود أحمد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا أخي. أهلا وسهلا فيك. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد وعد ناخبيه في برنامجه الانتخابي بالعودة إلى بعض الاتفاقيات التي انسحب منها سالفه ترامب كاتفاقية المناخ والاتفاق النووي الإيراني، لكن كيف ينظر الآن إلى الموقف الأمريكي في هذه المفاوضات المتعلقة بالعودة للاتفاق النووي مع إيران؟ طبعا الاتفاق كان مقرر أن يكون على موضوع النووي وموضوع التدخلات الإيرانية وموضوع الأسلحة الصاروخية وغير ذلك، لكنه الآن الأمريكان لخصوه في ما يخص النووي، وبالذات الرئيس الأمريكي مصر أنه يتفق مع إيران لإرادة إيران. نعم، يبدو أن هناك خلل في الصوت من المصدر. أستاذ محمود تسمعني؟ أستاذ محمود أحمد، نحن لا نسمعك بوضوح، على أي حال تفضل بالحديث. شكرا جزيلا. إن الأمريكان الآن وصلوا إلى حلول جزئية مع إيران، هناك تغرر أن يكون بينهم ارتباط ثنائي ويتحدثون عن ما يمكن أن يتفقون عليه. الإيرانيين مصرين على أن الأمريكان يوافقون على رفع العقوبات كاملة، وهذا لا يمكن، يستحيل في الديمقراطية الأمريكية، يستحيل على الرئيس أن ينفذ هذا حتى لو أراد. لماذا؟ لأن كثير من عنده يرتبط بقضايا أخرى غير النووي، ترتبط بالإرهاب الإيراني، ترتبط ب الأموال التي تنتقل تعود لإيران الآن ونقلها للقوى الإرهابية في المنطقة، وأيضا ترتبط بالقتلى الأمريكان الذين قتلوا في العراق وقتلوا في لبنان وغير ذلك. فأنا لا أتصور، ليس متفائلا أنهم سيتفقون حتما، لكن الإصرار الأمريكي يبين أنهم سيعالجون الأمر بشكل أو بآخر. ربما أنت أشرت في حديثك أستاذ محمود إلى واحدة من الفجوات الكبيرة التي تواجه هذا الاتفاق، وهذا ما قاله موقع إكسيوس وغيره من المواقع والصحف الإخبارية الأمريكية، أن هناك فجوات كبيرة بين الطرفين، منها أن إيران تصر على رفع العقوبات بشكل كامل بينما أمريكا لا يمكنها ذلك. هل ثمت فجوات أخرى كبيرة بين الجانبين؟ هي هذه النقطة أيضا ترتبط بالداخل الإيراني طبعا مباشرة. نعم. نظرا لأن وسمعت حضرتك والمشاهدين عرفوا أنه الوزير الخارجية الإيراني هو كان يتحدث في تسريب انتشر حول حديثة عن قاسم سليماني، وهذا دفع أكثر علنا الحرس أن يعلن علنا مخالفته مع هذه المعالجات. وأنا أتصور هم الإصلاحيين، ما يسمونه بالإصلاحيين الواقع وليسوا إصلاحيين، يريدون أن يعالجون المشكلة قبل الانتخابات، لكن الانتخابات لن يبقى شيئا لها، هي عدة أيام ليس أكثر. نعم. فلهذا أنا لا أرى هذا الإمكان موجود، والسياسة الإيرانية الآن يقودها خامنئي وقيادات الحرس الثوري معه، ولا يقودها الرئيس، وهذا ما قاله خامنئي وما قاله وزير خارجية إيران نفسه، أنه السياسة بيد القائد خصوصا فيما يخص النووي. نعم. إذن كل هذا لا يمكن أن يوصل الإصلاحيين للحل السياسي مع أمريكا، والأمريكان لا يمكن أن يسلمون لكل الطلبات اللي يريدها خامنئي ويضغط على المتحدث المشارك بالتشاور مع الأمريكان، ما لا يسمح له. هناك من يعتقد أن إيران استطاعت أن تتقدم في معركة عض الأصابع بينها وبين أمريكا، هل تعتقد ذلك؟ نعم أعتقد ذلك وبقوة، نظرا للضعف اللي موجود
عند الرئيس الأمريكي، وأساساً منذ مباشرة بعد الانتخابات انتخاب لكل هؤلاء المستشارين وكل هذه القيادات السياسية والأمنية في أمريكا، يدل على أنه هو الرئيس جاي بإصرار أن يعيد العلاقة مع إيران. طبعاً وله أسبابه، العلاقة بين إيران وروسيا والصين تطورت كثيراً ولا يريد أن تتوسع أكثر من هذا، وهو يعرف أنه الخليج، منطقة الخليج منطقة مهمة بالنسبة للأمريكان، ويريد أن يسكت إيران في هذا المجال، أو يبعد إيران، إذا ما يبعدها حد الأقل يوقفها عند الحد الفعلي، لا تتجاوز هذه الحدود في علاقاتها وخروجها من الطاعة للقرب. لا شك أن هذه السياسة، سياسة بايدن، ستترك آثار على أكثر من ملف، وخاصة فيما يتعلق ب يعني ملفات تتعلق بمواقف الدول المتأثرة بهذا الاتفاق. طبعا أكيد الآن طبعا المملكة العربية السعودية بدت في العراق، وهذا الجميع يعرف أنه بدأوا التشاور حول معالجة بعض الأمور العالقة، لكن أنا برأيي المتواضع أساس المملكة العربية السعودية الآن أكثر ما تطمح له بعد السياسة الأمريكية اللي تريد العلاج النووي، المملكة العربية السعودية تريد العلاج النووي وتريد العلاج لمشكلة الحوثيين. الحوثيين مصرين على استمرار الحرب، والسعودية تضررت كثيرا من الصواريخ التي نزلت على المملكة بالمئات، والطائرات المسيرة بالمئات، وأضرت بالاقتصاد السعودي وبسمعة المملكة العربية السعودية. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ محمود أحمد المتخصص في الشأن الإيراني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.